معاكم من منطقة بولاق والقاهرة وطبق بريفكس متر وتمانين زي ما انتم شايفين كده معايا، و هنركب الطبق ده على السور و ده المنظر ده كده زي ما انتم شايفين. الستاند فوق اهوت على الميزان، وادي ستاندنا ميزان، ولسه ما حطيناش الجبس، وزي برضو ما قلت لكم ادي طبقنا، وراكب عدسه فوجي بفيد ثلاثي، معنى ذلك ان احنا طبقنا مسطح مش عميق زي ما الناس قالت. ان الراجل صاحب الطبق بيقول لي ناس كتير قالت له ان الطبق ده عميق، لكن للاسف ان طبقنا مسطح مش عميق، واظن باين قوي يعني. وربنا يوصل الحال كده، ادعوا لنا ربنا يوصل لنا الحال، وخليكم معايا متابعين كده معايا بعد ما ثبت الستاند اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. ادي الطبق بتاعنا زي ما قلت لكم، بريفكس متر 80 اصدار اول. ادي الطبق، و ادي ستاندنا هيركب هنا، طبقنا هيركب بالظبط هنا كده الوضع ده. طبعا هقف على سلم، وعاملين قاعدة خشب نقف عليها زي ما انتم مركزين معايا. وادي ستاندنا لسه على معندناش اي حاجة، وادي مجالنا مفتوح الحمد لله، بس عندنا شبكة موبايل هنا هيت. ربنا يوصل الحال بقى ما تأثرش علينا. وقدام مني برضو حوالي اربع خمس شبكات، وعلى الميني شبكة، وادي الشبكات التانية في وشي. فربنا يوصل الحال وما تأثرش علينا في اي حاجة. وزي ما انتم شايفين احنا عاملين الاول زي ركبة كده عشان نحط عليها القعدة عشان ما عندناش سقف، فاحنا عملنا سقف كده ايه وسبناه ينشف، وربنا يقدرنا ونحط الطبق في مكانه الصح. طب احنا كده ثبتنا الستاند زي ما انتم شايفين معايا اهوت، وستاندنا ملينا من فوق ماسوره مونة وخرسانه عشان ما تطبقش واحنا بنلم المسامير. وادي الستاند زي ما انتوا شايفين معايا. معلش يا احمد اديني الميزان بعد اذنك. ادي استندنا، ولحظات اوريكم الميزان على قد ما نشوف دنيتنا. لا مؤاخذه وزير، ادي استندنا اهوت ميزان زي ما انتم ملاحظين معايا، و من الناحية التانية كده برضو استندنا ميزان اهو من فوق، لاحظوا معايا الميزان. ومن الناحية التالتة استندنا برضو ميزان، ومن الناحية الرابعة استندنا ميزان، و هنبدأ نرفع طبقنا على الستاند ونبدا نشتغل في مدارنا. وزي ما وريتكم قبل كده مجالنا مفتوح زي ما انتم شايفين معايا، اقصى الشرق اقصى الغرب اقصى الشرق اهوت، شبكه الموبايل قدامي، وادي الشبكات قدامي زي ما انتم شايفين اهوت، وادي شبكه قدامي برضه، ولكن مجالنا الحمد لله مفتوح، وادعوا لنا ربنا هيوصل لنا الحال. طبعا اخ احمد تعب معايا، منور ابو حميد. طبعا احمد اخويا، كل سنه وانت طيب يا احمد، ورمضان كريم، وان شاء الله تتعلم حاجه احمد حبيبي ابو حميد. وطبقنا لسه تحت اهو زي ما انتم شايفين، ومستنيين بس، كنا مستنيين الستاند ينشف شويه، وهنبدا نعتمد على الله
ونقول يا هادي. احنا كده علقنا طبقنا زي ما انتم شايفين على البولر، وحرف اليو بتاعنا زي ما انتم شايفين مستقيم مع البولر، ومعانا العرب سيد 30 شغال ولسه بنحاول نعلق اشاراته. وزي ما انتم شايفين ادي العرب سات وقناه السعوديه قران 10930 افقي على 17000، اشارتنا 82 اهو لسه بنعلق. نشكر ربنا فضل ونعمه، ظبطنا مدارنا وخلصنا ظبط اشاراتنا، وادي طبقنا وادي بولارنا زي ما انتم شايفين، وايه على وضعيه وضع الهزبسات. ادي البولر على الهزبسات زي ما انتم شايفين، وادي ستاندنا بعد ما نشف وركبنا عليه طبقنا، وادي موتورنا. وبرضو كالمعتاد زي ما بقول لكم في كل فيديو، ادي السنسور والموتور ام 1 واخضر ام 2، والسنسور اللونين التانيين المختلفين، ونفس التوصيله هنعملها في البوزيشنر او وحده الحركه، هيبقى الازرق ام 1 والاخضر ام 2، والطرفين التانيين البني والاحمر واسود هيبقوا هم السنسور. لكم معايا كده بقى نستعرض بعض اشارات المدار، ونشكر ربنا على كل حال وفضله ونعمته. لكم معايا نستعرض اشاراتنا كده. احنا واقفين على الهزبسات و سبورتو تي في 1 اتش دي، والتردد 12247 افقي، واشارتنا 92%. نشوف قناه ريال مدريد جايبه معانا كام على نفس القمر. ريال مدريد معانا على نفس القمر، والتردد 12670 فيرتيكال على 30000، معانا 93% زي ما انتم ملاحظين. وكده وصلت معاكم لقمر الجزائري ان اس اس 22 غرب، وتردد 11126 افقي على 17250، واشارتنا 91%. وصلت معاكم كده الاكسبريس 14 وقناه المنار، والتردد 10976 افقي على 29.63، واشارتنا 93%. ونشوف قناه ماتش جايبه معانا كام على نفس القمر، والتردد 11648 فيرتيكال على 14180، واشارتنا 91%. الصوره ما بتكذبش. وكده جينا لنايل سات، والتردد 12521 فيرتيكال على 27500، وقناه شعبيات واشارتنا 92%. وقناه المجد من على نفس القمر نايل سات، والتردد 12054 فيرتيكال 27500، 92%. ووصلت معاكم كده لعاموس او جاموس وقناة هالة تي في، والتردد 10925 فيرتيكال على 27500، و 94%. صح قول لي. صح صح صح. وجينا لقمر سور وجالاكسي فور، و 12129 افقي على 28000، والاشارة 91. وستوري 4 11938 افقي 28000، 92%. وديجي سبورت 12129 افقي 28000، 91. وسبورت 1 11785 افقي 28000، 91. ويوصلنا للبلغاري
و اس كي و 12380 افقي على 30000 واشارتنا 92%. والقنوات دي مظبوطة على البلغاري وتردد 12418 افقي على 30000 واشارتنا 92 زي ما انتم شايفين. وماكس سبورت برضو من على البلغاري و 12093 فيرتيكال على 30092%. وصلنا كده ليوتلسات 3 قمر الفدات رقم 1 والتردد 11655 افقي على 4 اربعات والقناه المغربيه واشارتنا 93%. وقناة ألفا على التردد 12600 أفقي على 18845 و 82%. ونشوف ألفا على التردد الثاني 12737 جايبة معانا كام؟ 12737 أفقي على 15055 91 زي ما انتم شايفين. كده فدتنا على يوتلسات 3. كده معانا قناة ميجا على 12737 افقي على 15055 على يوتلسات 3 واشارتنا 91. كده الحمد لله معانا فدتنا زي الفل على يوتلسات 3. وقناة سيرفيس والتردد 11689 افقي على 29.63 اشارتنا 92. وكده وصلنا لأسرة 5 او القمر القبرصي وقناة جالاكس والتردد 12073 افقي 27591%. وكده معاكم يوتلسات 7 وقناة ايميج او فيد الدوري الانجليزي والتردد 11010 فيرتيكال على 7200 زي ما انتم ملاحظين واشارتنا 82%. و ام بي سي بيرز على التردد 10720 افقي على 2200 واشارتنا 94%. و خليكم معايا. وقناة زيجاف على التردد 11043 افقي على 49.38 من على يوتيل 7 76%. وكده وصلنا اليورو بيرد 9 او يوتيل سات 9 والتردد 12168 افقي 27500 واشارتنا 94%. وكده وصلنا ليوتيل سات 10 قمر الفيدات رقم 3 وقناة اي تي 73 والتردد 10835 فيرتيكال على 3000 واشارتنا 92%. ونشوف اورتك على التردد 10751 فيرتيكال على 2061 جايبه معانا 57 وبتعلى معانا عن كده. وصلنا مع بعض كده للقمر الاوروبي والتردد 11137 افقي 27500 طبعا كله فاكر التردد دوت اللي كنا شغالين بيه الاول جايب معانا 93. نشوف بقى التردد المشترك اللي احنا بنقول عليه وبنشتغل بيه اللي هو 12522 فيرتيكال 27500 و 91%. ووصلنا مع المجنون رقم 1 ويوتلسات 16 والتردد 10762 على 3000 واشارتنا 92%. ونشوف تردد تاني من على نفس القمر وباكت بنك جايبه معانا على التردد 11139 فيرتيكال 27500 جايبه معانا كام؟ 91%. ايه نشوف تردد تاني من على نفس القمر وسيرفيس 2 زي ما انتم شايفين وده
على التردد 12694 فيرتيكال على 14072%. ونحرك الطبق شوية عشان نوريكم الدنيا ماشية ازاي. يعني ثابتة معانا 72 وشغالة زي الفل. وكده وصلنا للمجنون رقم 2 والتردد 11627 او 25 فيرتيكال على 2200 وقناة CNN واشارتنا 92%. ونشوف فوكس على التردد 12225 او 12226 افقي 27500 جايبة معانا 52. ونشوف ZFHD والتردد 11361 افقي على 2200 اشارتنا 76%. و فوكس أسترال نفس التردد 52. وتردد تاني برضو قناة أورف سبورت والتردد 11245 أفق على 2200 وإشارتنا 68. وكده وصلنا ليوتلسات 21 وقناة العربية الحدث والتردد 11677 فيرتيكال على 2850 وإشارتنا 92 زي ما انتم شايفين معايا. وقناة سيرفيس 1 من على نفس الامر يوتلسات 21 والتردد 11602 فيرتيكال على 4400 وشريطنا 82. وسيرفيس 1 بتردد تاني وقناة افاق والتردد 11662 فيرتيكال على 4 2 و93% زي ما انتم ملاحظين معايا. ووصلت كده ليوتلسات 23 او أسترا 23 اسف، وهنركز مع يوتل على طول. بس فكده معانا زي ما انتم شايفين أسترا 23 والتردد 12167 فيرتيكال 27500 والإشارة 91%. وكده وصلنا لبدر 26 والتردد 12418 افقي على 27500 وباكت اس اس والاشاره 92 زي ما انتم ملاحظين معايا. ووصلنا كده لقمر السنتر والسعوديه قران عرب سات 30 والتردد 10930 افقي على 17000 و91 زي ما انتم ملاحظين. ونشوف اللي بعده. وكده أسترا 31 والتردد 11815 فيرتيكال 27500 و90%. ويوتلسات 33 والتردد 12722 فيرتيكال على معدل ترميز 16730 واشارتنا 91. وكده وصلنا ليوتلسات 36 والتردد 11211 افقي على 14400 واشارتنا 92%. ووصلنا كده ل 39 شرق وهلاسات او هلاسات والتردد 10729 افقي على 30000 واشارتنا 94. وماكس سبورت من على نفس القمر و12 والتردد 12482 فيرتيكال على 30000 واشارتنا 91. ووصلنا كده للقمر 42 شرق والقمر التركي والتردد 12247 افقي على معدل ترميز 27500 واشارتنا 93%. وكده مع بعض. والقمر الازهري والتردد 11174 افقي على 30000
واشارتنا 86، اشاره ضعيفه شويه، بس انا العدسه مش مساعداني. ووصلت معاكم كده ل 49 شرق، والقمر التركي سات والتردد 11196 فيرتيكال على 22 20، واشارتنا 94%. ووصلنا كده لياسات وروتانا افلام اتش دي، والتردد 11977 افقي 27500 و 93 94 زي ما انتم شايفين. ونشوف ادمن وبتاع ده فيرزاتشن على التردد 11784 افقي 27500 91%. وفوتبول على التردد 11784 برضه افقي 27500 و91% زي ما انتم ملاحظين وشايفين. وكده جيت معاكم ل 53 شرق، والتردد 10974 افقي على 48.50 وقناه الجبرانيه تي في، واشارتنا 52%. وكده وصلت معاكم للقمر الايراني 62 شرق 62 شرق، وزي ما انتم شايفين قنوات شغاله، وتردد 11.35 فيرتيكال على 30,000، واشارتنا 92%. و 68 شرق وبتسوانا، والتردد 12657 فيرتيكال على 48.84، واشارتنا 57. ووصلت كده معاكم ليوتيلسات 70، والتردد 12682 فيرتيكال على 16045 و 91%. 70 شرق والتردد 11096 افقي على 23623 و52% زي ما انتم ملاحظين. وصلت معاكم ل 75 شرق اي بي اس، وزي ما انتم شايفين معايا اشارتنا على التردد 12318 افقي على 25000، واشارتنا 91%. ده وضع طبقنا وانا واقف على الارض، واقف على النايل سات اهوت، وادي وضع الطبق على النايل سات، ادي الارتفاع زي ما انتم شايفين انا مركب الطبق على جدار. وكده الحمد لله نشكر ربنا فضل ونعمه، خلصنا تركيبتنا وظبطنا مدارنا زي ما اوريكم، واستعراض الاشارات زي ما شفتم الحمد لله نشكر ربنا. وانتظروني في التركيبه اللي جايه، واخوكم نعيم غطاس، وما تنسوش يتفرج على الفيديو، يشترك في القناه ويفعل الجرس ويدوس لايك.